الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى وبعد فيحل علينا ضيفا عزيزا اليوم الشيخ حسن الحسيني من مملكة البحرين فليحدثنا بما فتح الله عليه فليتفضل مشكورا مأجورا. For the non-Arabic speakers, if you can take the translation set from the back as this lecture is translated from Arabic to English. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم ما بعد دخل علينا رمضان وما أسرع أيامه ولياليه ها نحن اليوم نودع ثلثه الأول وبقي الثلثان وهكذا تنقضي أيام الدنيا سراعا ويلحظ المسلم بعد ذلك كأنها حلما هذه الأيام والليالي التي مرت أناس شمروا وسابقوا وبادروا وأناس غفلوا وناموا وتثاقلوا ولا يشعر هذا بذاك التعب الذي قام به في رمضان ولا يشعر الآخر بتلك الغفلة التي مارسها في رمضان لكن الذي يثبت شيء واحد فقط للمحسن الإحسان يثبت إحسانه وأجره عند الله سبحانه وتعالى ويثبت الخسران والوزر لمن تغافل ولمن عصى في رمضان أيها الأحبة في هذه العجالة أحب أن أركز على أمر واحد في رمضان ينبغي علينا ألا نغفل عنه مهما كان الإنسان حريصا في رمضان على أن يغتنم نهاره وليله وساعاته لكن هذه الغفلة تلازم الإنسان فأحيانا يغفل وأحيانا يسهو وينسى وأحيانا يتشاغل بما لديه لكن علينا هناك أمور معينة ينبغي علينا أن لا نفرط فيها أركز على أمر واحد حتى نخرج من هذه الكلمة بهذا الأمر الدعاء الدعاء أيها الأحبة من أعظم العبادات بل سمى الله سبحانه وتعالى في كتابه العبادة سماها دعاء فالدعاء الدعاء في هذه الأيام الفضيلة لا تنسينا مشاغلنا أن نركز على هذه العبادة الله سبحانه وتعالى وهب للصائم هذه الهدية الربانية ثلاثة لا ترد دعوتهم دعوتهم مستجابة المظلوم والمسافر والصائم فالصائم من بعد الفجر وحتى الإفطار له دعوة مستجابة الله سبحانه وتعالى وهب لهذا الصائم دعوة مستجابة سواء كانت هذه الدعوة من خيري الدنيا أو الآخرة الله تعالى وهب لك هذه الدعوة فما هو حالك مع الدعاء هل استحضرت هذا المعنى أن لك هدية ربانية من الله أن الله تعالى وهبك استجابة لدعوة من دعائك دعوة لا ترد فهل نحن قمنا بالاستعداد لهذا الدعاء والله استحضرنا أنا فعلا أنا من بعد الفجر إلى غروب الشمس لابد أهتم بهذا الأمر كم عندنا من مهموم كم معنا من مغموم
كم هناك أصحاب المصائب والبلايا، كم من بيته في بيته مريض أو مبتلى أو غائب أو مسافر، كم هناك من مديون وغارم. هناك الناس الآن في كل بيت عندهم عنده مشكلة وعنده هم وعنده غم. الله سبحانه وتعالى وهب لك في يومك هذا دعوة مستجابة، فلماذا لا تحرص عليها؟ لا أتكلم هنا أيها الأحبة عن الدعوة التي يأتيها الإنسان بعد الصلاة أو في بيته أو في سيارته وتنطلق هذه الدعوة على لسانه من غير ما يشعر، أو قد يدعو به في التشهد لكن غير مستحضر. لا، أتكلم عن عبادة تأتيها وأنت مستحضر حاضر القلب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذه الدعوة التي أريدها، أنك تدعو الله سبحانه وتعالى وعندك يقين أن الله تعالى يسمع هذا الدعاء وأن الله تعالى سيستجيب هذا الدعاء، وتتكون هذه الدعوة بعناية الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الدعوة يرفعها الله سبحانه وتعالى على الغمام. تدعو الله تعالى وأنت امتنعت عن الطعام والشراب وجميع المفطرات استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. هذه الدعوة التي أريدها، التي أقصدها في هذه الكلمة: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل لاه، واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل لاه. كم ندعو الله سبحانه وتعالى بقلب غافل: اللهم ارحمنا، اللهم كذا 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 كذا، يعني تأتي على اللسان هكذا من غير حتى استحضار. لا نريد هذا الدعاء، نريد الدعاء الذي نستحضر فيه معاني العظمة، نستحضر القلب يكون فيها حاضرا، نستحضر أني الآن لما أدعو أرفع هذه العبادة إلى مقام الله سبحانه وتعالى. هذا الدعاء الذي نريد، يكون القلب خاشع ويكون حاضر وأستشعر كل كلمة أقولها. انظروا إلى ذاك الشخص الذي هو على ظهر السفينة وماج بهم البحر وقد رأى الموت أمامه، كيف يدعو الله سبحانه وتعالى في هذه الحال؟ والله هذا الشخص الذي يكون على متن طائرة وتهتز هذه الطائرة وتهوي هذه الطائرة كأنها ستسقط أرضا، الله في هذه اللحظة كيف تخرج منك؟ النداء كيف يكون؟ الاستغاثة كيف تكون؟ والله نحن في هذا المسجد ونحن في يومنا وليلنا ليس ذاك بأحوج إلى الله منا نحن. نفس الحالة، أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ نحن مضطرون، نحن محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، نحن في نفس مستوى حاجة ذلك الغريق أو ذلك الذي يهوي أرضا من طيارته، نفس الحالة. لابد أن نستشعر هذا المعنى، هذا الدعاء الذي يريده الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أعطاك وعد باستجابة الدعاء وأنت صائم، كيف ترفع هذه العبادة وهذا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى؟ كيف تزين هذه العبادة؟ ما أبغيها سردا هكذا مع قلب غافل لله، لا، نريد دعاء خالص صادق خاشع، أزين هذه العبادة وأرفعها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الدعاء هو الحري بالإجابة. عندما أستحضر يكون قلبي حاضر وأكون أنا خاشع وعيني دامعة
ومتجه القبلة وعلى وضوء وفي حال من السكينة والطمأنينة، رافعا يدي إلى الله سبحانه وتعالى، وأستشعر أني الآن أمارس أعظم عبادة، الدعاء أعظم عبادة، وأغلق